أفضل دعاء للطلاب قبل الامتحان وقبل إجابة الأسئلة. معكم اليوم في جولة جديدة حول دعاء الامتحانات المستجاب، حيث أن دعاء الامتحانات المستجاب يحتاجه كل طالب، لأن يشعر الطلاب بالقلق والتوتر قبل الامتحانات، حيث يشعر الإنسان أنه قد نسى كل شيء ذاكره طوال العام الدراسي، وتسيطر عليه الهواجس ومشاعر الخوف والتوتر. فيجب على الطالب أن يسيطر على مشاعره ويثق في الله تعالى أنه سيوفقه، ويثق أيضا بقدراته، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فهو اجتهد طوال العام ولكل مجتهد نصيب. ودعاء الامتحانات من أهم الأسباب التي قد تيسر للطالب الأمور وتلهمه للإجابات النموذجية، والتي قد تفيد وتحقق له التفوق والنجاح. أفضل الأدعية قبل الامتحانات مستجابة ومميزة. اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا تنبض بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير. رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باسمك الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين ضالتي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم استجب لنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم اجعل الصعب سهلا، اللهم ذكرني منه ما نسيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم الهمني علما أعرف به أمرك وأعرف به نواهيك، وارزقني اللهم فهم وبلاغة النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين، وأكرمني اللهم بنور العلم وسرعة الفهم، وأخرجني من ظلمات الوهم، وافتح لي أبواب رحمتك. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر علي رحمتك، وأمنن علي بالحفظ والفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بالكتاب بصري، وأشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، يا أرحم الراحمين. اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفاهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب أتني الحكمة وفصل الخطاب، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو نزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا الإجابة عند السؤال والنجاح والتوفيق في الامتحان. اللهم آمين يا رب العالمين. لا إله إلا هو العليم العلام، الحكيم الخبير الحافظ الرقيب المبين الهادي. اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن. اللهم الهمني الثواب في الجواب، وبلغني أعلى مراتب الدين والدنيا، واحفظني واصلحني وأصلح بي الأمة، آمين يا أرحم الراحمين. وفي النهاية نتمنى لجميع طلابنا الأعزاء النجاح والفهم والتمييز والصعود بأعلى الدرجات دائما، وسوف ننتظر تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.